عسلامة، أنا الدكتور سمير دربال، الطبيب المنسق للمجمع الطبي ميديكال سولوشنز. ميديكال سولوشنز هي مجموعة من خيرة الأطباء الاختصاص في تونس ومتعاقد مع جل المصحات الموجودة في تونس. الميزة اللي يمتاز بها المجمع الطبي هو وجود الطبيب المنسق. ما هو الطبيب المنسق؟ في جل الحالات المريض ربما يكون عنده عدة اختصاصات تاهية به في نفس الوقت. نعرف أن المريض ساعة يكون متابع من طرف 3 أو 4 أو 5 أطباء اختصاص. لما يكثروا الأطباء المباشرين تتشتت المعلومة والمريض ما عادش يعرف الحالة المرضية متاعه. الطبيب المنسق يمكنه من التنسيق بين الأطباء المتداخلة في الحالة المرضية المعينة، ثم يمكن المريض وعائلته من التعرف على الحالة المرضية في كل وقت وحين، لأنه هو اللي يكون ملم بالمعلومات فيما يخص المريض. تونس تحتل المرتبة الأولى في السياحة الاستشفائية بالنسبة للقارة الإفريقية.